شو فريد؟ هاي عم شغل نص البلد. أهلا جار، بس كرمال الوقاية عم نحط حماية. شفت قلتلك حماية؟ ليش ما بتسأل؟ أنت فكرك هذا البروجيكتور يعني ما بيزعجنا؟ لا بس وكل ما بتنط بسينة بنط الألارم وبنط قلبنا معه. أمال قولي بقى الكاميرا. كاميرا؟ لا حماية، عم ندهن حماية ضد عوامل الطقس. قول باي للأضرار والتشققات. كولورتك بتقدم لك دهانات الحماية ستراكشر شيلد اللي بتقاوم أصعب وأقسى العوامل الخارجية. دهانات مش كاميرايات. شوف الحماية اللي لازمتك على colortek.eu.